مسؤولين ديال فريق تولوز الفرنسي تابعوا لاعب الوداد عبد الله حمود في المباراة اللي جمعت الوداد بالرجاء في ديربي الجولة السادسة من البطولة. وحسب جردة الصباح فإن مسؤولي تولوز حصلوا على تقارير خاصة بلاعب الوداد وتابعوا الديربي من أجل الوقوف على مؤهلات اللاعب. وفي موضوع آخر، اكتسحت جماهير الوداد صفحة جلوب سوكر الإماراتية للتصويت على فريقها للظفر بجائزة أفضل ناد في العالم. وحسب مصادر صحفية إماراتية فإن التصويت كيشهد إقبال كبير من جماهير الفريق الأحمر الحائز على لقب عصبة الأبطال والبطولة الوطنية. ودعا الوداد الجماهير ديالو عبر موقع الفريق الرسمي إلى التصويت على فريقها من أجل الظفر بلقب أفضل ناد في العالم. وشهدت قائمة جوائز جلوب سوكر وجود الوداد ضمن قائمة المرشحين لأفضل ناد بالعالم، والتي يقدمها مجلس دبي الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أندية كبيرة بحال الهلال السعودي، ريال مدريد، ريفر بليت الإنجليزي، مانشستر سيتي، ليفربول الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.